كنجي لخالد هاد البنت هادي وصلنا الخبر ولدي هي عيطت بالتليفون على خوها وخوها قالها لي وجينا عندها قالوا لينا الوليد راه تلاقاه واحد الدري من الدوار وراه كيجبد عليه الموس وها شنو كان كيدير له وها شنو كان كيدير له كيشدو في الطريق وكيقول له لا قلتيها لامك راني ندبحك الا قلتيها لامك ندبحك كيتعدى عليها ولدي ما خصناش نقولوا هاد الهضره هادي راه حرام الاسلام هادي راه ماشي بنقطه الاسلام حرام علينا نقولوا هاد الهضره نجبدوها نقول ما انا ما بعدا خاطري ما دوزليش باش نجبد هاد ما نقدرش نقولها هاد الهضره اللي هو مسلم حر واللين هما اسلام حرين ووليداتهم يتهلاو فيهم ويتبعوهم للمدرسه ويجيبوهم ويديهم هاد الهضره ما خصش الانسان يقولها كاع راه ماشي نقطه الاسلام سولنا الوليد ولدي قال لك راه من شهر واحد من قدام رمضان ومور رمضان وهو مقبض هاد المصيبه هذا كيدير هاد الخصله لهاد الولد هذا والوليد دابا على ما عاودت لنا امه قالت لك ملي كيجي كيدوز كيتلتخ على السداري داك الليله فاش خلطنا قال يدوز كيتلتخ على السداري ما كيقول لها لا كيني ولا ميني متى قالت لنا حتى الماكله ما كيبغي يقطعها ما بقاش ياكل مزيان يلاه كيعتق فاش 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 قبضاته بقات كتضربو قالت له خصك تقول لي كتجبر الحوايج ديالو ماشي هو هذاك بقات كتضربو قال لها امي انا ها شنو كاين وها شنو كاين شنو كاين قالت له قال لها ودي انا راني واحد ولد فلان راه كيتلقاني للطريق وها شنو كيدير لي وها شنو كيقول لي راه كيقول لي لا قلتيها لامك غندبحك كيجبد عليه الموس كيديروا له في عنقو كيقول له لا قلتيها لامك راه ندبحك ود وليد صارت الوليد راه كتعرفوا الولاد ولدي الوليدات صغارين الا قلتي له غير شي كلمه كيديرها في عقله كيتيق واش كيخاف ولا واش الوليد الا خوفتيه ما يخافش الوليد دون عقل راه غادي يخاف الا قلتي له شي حاجه ولا جبدتي عليه غير شي موس ديال الكوزينه ماشي لا بونقش هذاك الموس الكبير راه يموت ماشي غيخاف راه يتخلع كانت لقى ليها ولدي في الطريق فيها تما شي تخاشش وشي زيتون وشي سطوره تما ديال داك الفيرما ديال داك التين وداك الشيء وكيدخلوه هكا لداك البلاصه وكيغتصبوا ويطلق الوليد يجي الوليد كيجي ناضي غير كيجي كيدوز قالت لنا امه كيدوز ينعس منين حست بداك الشيء وتكاشفت على داك الشيء وجبرت داك الحوايج فيهم داك المصيبه قبضاتو عطاتو قتلها وقالت له خصك تقول لي هذا الشيء هذا شنو الواقع شنو عندك كيفاش هاد الحوايج كيتعمروا لك قال لها امي ولد فلان قالت له شكون ولد فلان قال لها فلان الفلاني ولد فلان قالت له شنو كيدير لك قالت لها راه شنو دار لي وشنو دار لي اغتصبني ما قدرش يقول لامه ولدي كيجي كيطيح كينعس ما قدرش يقول لامه خاف كيخاف منه هي باش نزيدها لك في البلا ولدي راه مشات هي مقيمة هاد النهار مشات للجندار وقول جودان الله يكثر خيره ديال الجدرميه ديال تاوجطات الله يقوي متايلو والله يجعل سيدي ربي ينصرو هو وجدرمي شاف طلعوه سميتو الحاجب ودوزو الطبيبه جبروها مشات دارت الوقت ديالها ومشات وعيطوا لها بالتليفون وجات ودوزت له وليد قطعت له شهاده طبيه ومنين قطعت له قالت له شوف اسيدي هذا الولد هذا راه ما بقاش يتحكم في الراس ديالو منين جينا حنا انا ولد اختي جينا دزنا لعند لجودان الجدرميه ديال تاوجطات بقيت كنقول له انا خصك تعطينا هذا الملف نصوروه وداك الشيء قال لي شوف اسيدي هذا راه ولدنا حتى حنا راه حنا درنا خدمتنا راه طلعنا المراه وراه قطعنا شهاده طبيه راه هذا الولد هذا خصكم تمشيو تعالجوه راه قالت لنا الطبيبه راه ما هذا الولد راه ما بقاش يشد راه صافي راه ناضي راه خرج عليه راه هذه المخرج ديالو ما بقاش يشد به اللهم هذا منكر ولدي هذا الشيء راه ما يديروه لا اسلام ولا حتى شي واحد اللي عنده نقطه الاسلام راه ما يقدرش على هذا الشيء هذا يديره لا حول ولا قوه الا بالله راه عرش عند سيد النبي كيتزعزع الله يجعل ربي يشوف من حالنا ويرد بينا هذا الشيء اللهم هذا منكر اللي كيوقع دابا في رمضان ولدي واش الانسان واش هذا مسلم في رمضان والعواشر ويمشي يغتصب الوليد واش هذا حاشا سيدي ربي واش غيكون هذا مسلم ولا يكون صايم هذا راه ما كانش يصوم في رمضان وما كانش شي حوايج اللي ما يديرهم حتى ابليس كيديرهم هذا والله يكثر خير سيدنا والله يقوي متايلو والله يشافيه ويعافيه كنطلب من الله ومن المحكمه والمقرى الناس القضاء يشوفوا ويتعاونوا معنا هاد المراه راه الراجل مبصر ما كيخدمش وهي كتخدم خطره عند الديور والحاله ديالها حاله ولا اله الا الله كنطلبوا من الله ومن الناس المؤمنين يشوفوا من هاد الوليد ومن حالته ومن حالة امه حنا مزاوقين في الله والناس الجمعيه اللي دخلنا عندهم يعاونونا في هاد الدوسي ويعاونوا هاد المراه ويعاونوا هاد الوليد راه الحاله ديالو ماشي حاله خاصو يتعالج يا ولدي راه خاصو طبيب نفساني دابا راه مشينا عند واحد الجمعيه الله يكثر خيرهم والله يقوي متايلهم ومتايلك ومتايل جميع الاسلام راه مشينا قال لك الوليد غنتبعوا معاه مع الطبيب النفساني كنطلبوا من الله ومن اي جمعيه شوف فينا بعين الرحمه وتشوف فينا بعين الرحمه وفي هذا الوليد امه جاوا عندنا ولدي بغاو يتصالحوا جابوا لنا الفقيه الجامع وجا المقدم وجاوا الناس ضد الدوار وبداو كيحطوا لنا في العار قالوا لي واش انت بواها قلت لهم انا خالها قال لك واش دابا صالحوا الصلح فيه خير
وجاو هربوها مني ودخلوها لواحد المحل وعطاوها 30000. هما مشاو هي جات قالت لك اخالي راه عطاوني 30000. قلت لها بنتي غتصالحي على هذا الشيء ديال ولدك؟ هذا الشيء راه ما يتصالح فيه حد. اللهم هذا منكر، بحالي غتبيعي دم وجهك ودم ولدك. قالت لي صافي خلي ما نتصالح. قلت لها وردي لهم فلوسهم وراه ما كاينش صلح. الفقيد الجامع كيقول لي وجه الله، المقدم كيقول لي وجه الله، جريته من الجماعه قلت له جا المقدم نديروا هذا الوليد هذا دون عقل ولدك واش تصالح في هذه القضيه هذه؟ قال لي لا. قلت له ولا الا كنتي مسلم راه ما هذا الشيء هذا، راه هذه المراه غتبع الحق ديالها، الحق ديالها راه ما يطيحش عند الله. وهذا الوليد باغينا ولدي تنازل. هما لحد الان راه جات واحد عمتها تصبح في المحكمه قالت لها خصك تنازلي لنا وتديري الصلح والصلح فيه خير. هذا الولد داخل في 18 عام ولدي، عنده 17 عام وداخل في 18 العام هذا. راه فاش جابوه الجندر من تاوج طاطو تفعول هنا عند قاضي البحث ديال محكمه تاونا مكناس، راه قال لهم راه دخل في 18 عام، راه خرج من 17 ودخل في 18. يا ولدي راه المهم على ما قالوا راه قال لك داخل في 18 عام، راه عنده 17 راه عنده وراه داخل في 18.